I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. في مايو من عام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. كان يوما أسودا لإيران، فانسحاب واشنطن من الاتفاق يعني عمليا انهياره، وفرض هذه العقوبات يعني تجفيف منابع تمويل النظام الإيراني المصنف بالداعم الأكبر للإرهاب في العالم. في أغسطس ونوفمبر من عام 2018 أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران والشركات التي لها صلات بها، لا سيما قطاع النفط الحيوي في إيران والبنك المركزي، ما دفع كبرى الشركات العالمية إلى وقف أنشطتها ومشاريعها في إيران. منحت واشنطن أيضا مهلة لبعض الدول التي تشتري النفط من إيران لتدبير احتياجاتها من دول أخرى. ثم في مايو من عام 2019 أنهت واشنطن الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني، ما أحكم الخناق على أهم القطاعات الحيوية في إيران. فالنفط يشكل سلعة التصدير الأولى في إيران، ويمثل ما بين 80 إلى 90% من الصادرات الإيرانية، كما يمول تصدير النفط ما بين 40 إلى 50% من إيرادات الدولة الإيرانية. غير أن فرض العقوبات تسبب في خسارة فادحة للنظام الإيراني، فقد كشف رئيس حسن روحاني أن العقوبات الأمريكية منعت بلاده من الحصول على عائدات تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، منها 100 مليار دولار من أرباح النفط. كانت إيران تسعى أيضا إلى توسيع عمليات استخراج النفط من حقولها المكتشفة والقيام بعمليات استكشاف لحقول جديدة، لكن تلك العمليات كانت بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاع النفط. غير أن واشنطن لم تكتفي بحظر تصدير النفط الإيراني فحسب، بل فرضت عقوبات على أي شركة تقوم بالاستثمار في قطاع الطاقة بإيران، ما أدى لتفاقم أزمات النظام الاقتصادية. عولت إيران على الاتحاد الأوروبي لإنقاذها من وطأة العقوبات، لكن أوروبا كانت في موقف لا تحسد عليه، فحجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا وصل إلى 1,300 مليار دولار، فيما التبادل التجاري بين أوروبا وإيران في أفضل لأحواله كان 21 مليار يورو، ما يعني أن المعارضة الأوروبية للعقوبات الأمريكية ظلت شكلية وفق مراقبين، إذ لم تلتزم دول الاتحاد الأوروبي بالعقوبات، فستلتزم بها الشركات الأوروبية التي لا تريد خسارة السوق الأمريكية. حاول النظام الإيراني الخروج من طوق العقوبات بتخفيض التزاماته في الاتفاق النووي بشكل تدريجي ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم، لكن في سبتمبر من عام 2020 أعادت أمريكا فرض العقوبات على إيران، وشملت هذه المرة المجال النووي بمنع استيراد أي شيء له علاقة بالتكنولوجيا النووية. وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على 24 شخصا وكيانا على علاقة ببرنامج إيران النووي. كان الهدف المعلن هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي أو تطوير أي أنشطة في هذا السياق. أتبعت واشنطن عقوباتها بإرسال قوة هجومية بقيادة إحدى أكبر حاملات الطائرات في العالم والتابعة للبحرية الأمريكية، والتي تعد ترسانة عسكرية عائمة داخليا. كانت وطأة العقوبات شديدة، فقد اشتعلت الانتفاضات الشعبية واتهمت النظام بالفشل، وانهارت العملة الإيرانية إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أصبح المليون ريال إيراني يساوي 4 دولارات في الأسواق الإيرانية. يدفع النظام الإيراني فاتورة عقود من دعم الإرهاب والتخريب في المنطقة والعالم، والآن لا يلوح أمامه أي أفق للفكاك من العقوبات.